اهلا بحضرتك. النهارده بيحتفل العالم باليوم العالمي للصداقه. اليوم ده اتخصص لنشر ثقافه المحبه بين الاصدقاء. الصداقه ليها قيمه مهمه جدا في حياتنا، واحيانا العلاقات بين الاصدقاء بتوصلنا لطريق من طريقين، يا اما طريق النجاح يا اما طريق مسدود ومليان بالتحديات والفشل. ده يخلينا النهارده نطرح مجموعه من الاسئله. ازاي نختار اصدقائنا؟ ازاي نوصل لمعادله النجاح عشان نكون في حاله من الصداقه او نكون اصدقاء حقيقيين، علاقة صداقة تكون قائمة على الحب والتعاون؟ كل ده هتجاوبنا عليه ضيفتنا الدكتورة عزة زيان، استشاري العلاقات الاجتماعية اللي منورانا. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير. يا أهلا بحضرتك. كل سنة طيبين. كل سنة وكل صديق وصديق بجد بخير وسعادة وصحة وعافية. اللي هو مين بقى الصديق اللي بجد ده؟ طيب يلا نقول ونعد بقى مين الصديق اللي بجد. بصوا بقى، الصديق الداعم، الصديق المشجع، الصديق المحفز، الصديق السند، السند والظهر، الصديق اللي بتروح له بتجري له كده اول ما بيحصل حاجه تبقى واثق ان ده هيفرح لفرحك ويزعل لزعلك، صديق اللي عايزك دايما منور. في اصدقاء للاسف مش كده، يعني ما يحبوش الخير لاصدقائهم، ودول هنتكلم عليهم اكيد. وده يبقى صديق؟ ده احنا بنطلق عليه صديق لي، لانه خلينا نقول انه في حتى للصداقه درجات. يعني في صديق معرفه على خفيف زي ما بنقول، كنا بنقول قبل الهوا. صديق صديق بمعنى انه هو ده مخزن الاسرار، لانه لازم الصديق يكون مخزن الاسرار وبير الاسرار. وعشان يكون بير الاسرار لازم له مواصفات، مش كل صديق يصلح يكون بير الاسرار. او ده يعني معاييره ايه يا دكتور؟ معاييره الوقت، المواقف، معاييره ايه عشان اقدر احدد ده؟ طيب السؤال ده رائع جدا. كتير نسمع انه احنا بقالنا 20 سنه و25 سنه ارقام كده، احنا اصحاب بقالنا ارقام بالزبط. ويحصل في غدر الصديق الغدار. معنى كده انه اختيارنا لصديقنا ما كانش صح طول 20 سنه. ايوه طول 20 سنه. ليه؟ لان احنا بندخل الصداقه خلاص حاطين في بالنا ان ده صديقي او دي صديقتي، فبنغض الطرف عن بعض التصرفات او بنبرر اصله ما كانش واخد باله، اصله كان عصبي. يعني في صديق مثلا بنطلق عليه الصديق الخطر، صديق ده علامات حمراء كده حواليه ما تروحلوش، ولو كان من دايره اصدقائك اهرب من علاقه الصداقه دي اصلا، وحطه في زون تانية خالص، زون المعرفه، ان انا مجرد معارف او معارف نادي او معارف. طيب مجاز يكون اتعرض لحاجه هي اللي خليته كده؟ يعني حضرتك بتقولي يعني احنا مثلا اصدقاء بقالنا 20 سنه وفجاه بيحصل موقف كاشف، فحضرتك بتلومي على ان انا مثلا قلت ان ده صديقي؟ لا، انا اللي اتخدعت من البدايه وما قيمتش صح. طيب ما ممكن يكون قيمت صح وهو اللي حصل له مثلا ظروف ايا كانت الظروف فغيرت شخصيته. رائع جدا، رائع. بس ده هيحصل لموقف، هيحصل او خلينا نقول مواقف بسيطه. لكن ينفع يكون الصديق ده دائم النقد مثلا؟ يعني مين هو صديق اللي المفروض ما اروحلوش او ما صاحبوش؟ او لو كنت في علاقه الصداقه دي، علاقه الصداقه دي عامله لي مشاكل، مشاكل نفسيه او مشاكل موقعاني في مشاكل. سؤالك مهم جدا. ما ممكن الصديق ده يعني لو 10 سنين ده اتعرض لموقف من المواقف خليته بالنسبه لي للحظه او لموقف او لفتره من الفترات يعني صديق، يعني انا وجهه نظري انه ما بقاش صديق. لكن انت اقول انه فعلا فعلا كان اختياري له غلط لما تتعدد المواقف دي، يعني دايما ناقد مستمر. تعالوا نتخيل مشهد شله اصدقاء قاعدين في كافيه او قاعدين في مكان معين، فالصديق او تعالوا نقول تجاوزا انه صديق متعمد الاساءه لصديقه، لصديق بعينه متعمد انه يتنمر عليه ويضحك الناس عليه، يضحك الناس عليه. هل ده الصديق؟ طيب ندخل في برضه في نفس الكلام ونقول النصيحه، لانه في اصدقاء يقول صديق يقول لك انا كنت بنصحك الحق عليا. يعني النصيحه على الملأ فضيحه، يعني ما ينفعش نكون في وسط تجمع مثلا وصديق واحنا على بعد بقى مسافه وفي ما بيننا اشخاص انصحه بشيء معين، شيء يكسفه او يحرجه. طب غير كده كمان احنا قلنا الصديق لازم يكون واخد باله من الاسرار، صديق نفسه يبقى واخد باله من الاسرار اللي قالها لصديقه. طب لو الصديق ده افشى سر، هل ينفع انه يكون صديق لو افشى سر مره غصب عنه؟ لكن انا اكتشفت ان كل حياتي على مدار سنوات، لو بنتكلم على صديق العمر او عشره العمر، على مدار السنوات كان بيقول او كان بيطلع، هل ده يصلح انه يكون صديق عمر بقى اخر؟ بعتقد انه كفايه كده. طيب دكتور برضو في سؤال، يعني في حاجه غريبه، يعني فكره ان انا اقعد سنين
سنين يعني 20 سنة زي ما كنا بنتكلم 25 سنة عشان أكتشف إن هو ما كانش صديق حقيقي. هو ده ممكن يحصل ولا في فعلا علامات من الأول؟ طيب لأنه كنا أنا وشاذلي بنتكلم في بداية الحلقة إنه مش شرط العشرة، العشرة ممكن يبقى العشرة طيبة جدا طول الوقت، السنين لما بقع في موقف صعب بيبقى موجود، بس جت بقى ايه يعني المصالح، القشة بقى، لا المصالح، تضارب المصالح. طيب طبعا على مدار سنوات لو هو صديق عمر، على مدار سنوات بيبقى فيه علامات كده تقول طول الوقت انه ده لا يصلح صديق، ولكن انا ما عنديش اصدقاء تانيين، ولكن ما هو بينفعني لما بروح له هو فاضي، اصدقائي التانيين مش فاضيين، في مبررات لنفسي طول الوقت. وبعدين غير كده ببقى مأمنة باستمرار فكرة الأمان اللي بلا حدود، ده فكرة خاطئة تماما. على طول مأمن طول الوقت إنه ده صديقي لا يمكن يغدر، لازم يكون فيه عندي درجة من درجات الحذر. طيب. فده مهم جدا. طيب دكتورة، هل المتجوزين ينفع يبقوا أصدقاء؟ سؤال رائع جدا جدا. يعني بما أن حضرتك متخصصة في العلاقات الاجتماعية والأسرية كمان. بالضبط. طيب احنا قلنا مواصفات الصديق صح؟ احنا قلنا الصديق ايه؟ هو الداعم وهو المشجع وهو السند وهو كاتم الاسرار وبير الاسرار صح؟ طيب امتى ينفع يكون الزوج او الزوجه صديق؟ لما يحمل تلك الصفات، لما الاقي الزوج هو الداعم والسند، الاقي الزوج هو كاتم الاسرار، الاقي الزوجه برضه، مش احنا بنتكلم راجل وست. طبعا. الزوجه دايما الزوج والله هو الداعم والسند. برضه لما الزوج يلاقي الزوجه دي بير الاسرار، مش تاخد سر من الزوج وتقوله لبابا وجد وتيتا وطنط، لان ده بيحصل باستمرار وبيحصل من الزوج للاسف برضو، عشان خلينا منصفين وعلى ارض واحده. طيب كمان الصديق ما يورطش صديقه، صديق الصديق ما يورطش صديقه. اوقات في تحفظات على بعض الاصدقاء، وبالمناسبه تحفظاتي على بعض الاصدقاء يعني لو دخلنا في موضوع الزوج والزوجه، ممكن جدا الزوج يكون عنده تحفظات على بعض صديقات الزوجه والعكس. يعني في 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 وجهه نظره او وجهه نظره صديقه الزوجه متحرره زياده عن اللزوم، او من وجهه نظر الزوجه انه صديق الزوج ده بيقلبه، يعني يروح يقعد معاه يجي يتخانق مع الزوجه مثلا، او اخلاقياته مش كويسه. هل الزوج بقى أو الزوجة من حقه إنه يقطع علاقة الصداقة؟ يقطع علاقة، السؤال ده مهم جدا، يقطع علاقة الصداقة لو زوجته على علاقة صداقة بسيدة أخرى أو حد هو مش راضي تصرفاتها مثلا، مش راضي عن تصرفاته. أولا إحنا بنتجوز كزوج وزوجة بناء على الثقة. ثقة في ايه؟ الثقة دي كذا 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 حاجة، يعني ان انا واثق في تفكير هذا العريس، انه واثق في تصرفاته، واثق في حسن ادراكه للامور، واثق ان الزوجة دي ليها اخلاقيات معينة او الخطيبة ليها اخلاقيات. لا، ما في جملة معروفة، انا واثق فيكي بس مش واثق في الناس. معلش. ده حقيقي، ده جملة مشهورة جدا. طيب هنتكلم برضو حالا عليها. فاساس العلاقات سواء اي علاقات اساسها الثقه، الثقه في الصديق لو بنتكلم عن الصداقه، الثقه في الزوج او الخطيب لو بنتكلم في اطار العلاقات الاسريه. تمام. ففي الاصل انا واثق انه لو قلنا الزوجه بتعاني من صديق مثير المشاكل بالنسبه لها وسلبي بالنسبه ليها ولولادها واسرتها وسلبي على الزوج كمان، نتائجه سلبيه على الزوج، فاولا هي تلمح له وتطرح عليه، يعني تقول له معلومات وتسيبه هو يقيم، تقول له طيب انت شايف انه هو فعلا بيحب لنا الخير؟ طب انت شايف انه جملته دي جمله عاديه او طبيعيه؟ او انت شايف انه تنور له بس فعلا الحاجات اللي مش واخد باله منها، تنور له نور او هو ينور لها نور، ما يجبرهاش انها تترك الصديقه، لانه بس ده ممكن تعمل، ممكن تقابل صديقتها مثلا من وراء او تكلمها من ما وراء. ده في حاله اساسا ان الزوج رجع قال اللي اتقال له، ما خدش اكشن او ما تصرفش على اساسه على طول، ده في حاله ان الزوجه رجعت وقالت اللي اتقال لها ما خدتش برضو تصرف على طول. هنا بس احنا لازم يكون عندنا وعي. بالظبط. لازم الشريك يكون حاسس بشريكه، يكون مركز، خلينا نقول مع شريكه. امتى
امتى مزاجه يعني بيكون كويس وامتى مزاجه مبقاش كويس. الزوجه تركز هل بعد اجتماع معين او علاقات معينه مثلا بيرجع لها وهو محمل بافكار سلبيه او مشاعر سلبيه، لان ممكن ما يكونش محمل بافكار سلبيه لكن مشاعر سلبيه. طيب يعني زي ما حضرتك قلت ان في مجموعه من الشروط عشان ينفع الزوج يكون صديق لزوجته، لو لم تتوفر هذه الشروط ده ياثر على علاقتهم الزوجيه؟ طبعا بيبقى يعني هما مش هيبقوا اصدقاء وهياثر في نفس الوقت على علاقتهم الزوجيه. لان على فكره هو المفترض انه الزوجين يكونوا اصدقاء، ده المفترض، يعني هو ده المثالي، الوضع المثالي انه لازم الزوجين يبقوا صحاب يعني ما يخبوش عن بعض حاجه، بس ما يخبوش عن بعض حاجه دي بالنسبه ليهم هم كاشخاص مش كعائلتهم او مش سر متعلق بالاصدقاء. ليه؟ لان احنا مؤتمنين كاشخاص على اسرار اللي مننا، يعني احنا فرد في عيله، فالسر اللي احنا عارفينه عن العيله عارفينه ليه؟ لان احنا فرد في العيله، فمؤتمنين على هذا السر، لا يصح باي شكل من الاشكال ابوح ليه حتى للزوج او للزوجه. وبالمناسبه ده مثار للاسف احيانا مشاكل ما بين الزوجين، يعني زوج يتضايق انت ما قلتيش ان مامتك هتعمل كذا، ما قلتيش ان اختك عملت كذا، هو مش من حقه اصلا. صح. وبالنسبه للاصدقاء كمان مش من حق الزوج او مش من حق الزوجه تعرف سر من اسرار الاصدقاء. طيب دكتور حضرتك قلتي حاجه مهمه جدا، انه حتى بالرغم مع وجود صديق بنثق فيه ويعني مفيش اي ريد فلاج زي ما حضرتك قلتي، مفيش اي محاذير، ولكن احنا لازم يكون برضو بيننا وبين نفسنا عندنا حدود حاطينها. جدا. ايه الحدود دي؟ طيب اول حدود الصداقه اللي احنا لسه حالا قايلينها، نقول ايه للصديق وما نقولش ايه، يعني في اطار كده، يعني ما ينفعش للصديق، وبالمناسبه منزله الصديق بتختلف بارتباط الشريك او بارتباط الصديق، خلينا نقول يعني احنا اصدقاء، انا وصديقتي ما بنخبيش على بعض حاجه. هي اتجوزت، طب خلي بالك احنا قلنا هي بير الاسرار. طب بير الاسرار ده لو في سر متعلق بالزوجه بيها كزوجه بقى هي وزوجها، هل يحق انها تقوله لصديقتها؟ لا بالقطع لا. ليه؟ لان هي كده قفشت الاسرار الزوجيه، وانا بقول انه افشاء الاسرار الزوجيه ضرب من ضروب الخيانه الزوجيه، لانه اولا بيفقد الاثنين الثقه في بعض تماما، فبعد فقدان الثقه بيختل بقى الزواج، لان هو في الاصل قائم على الثقه. فلازم يكون في حدود للصدق، مش اي حاجه بيعرفها الصديق، مش اي على فكره حاجه ايجابيه او حاجه سلبيه، يعني استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. يعني مش كل شيء اجري على طول اقوله للاخر، لا لازم يكون في مسافه بيني وبينه حتى لو كنا اصدقاء العمر. بالزبط. لازم يكون في مسافه. بالظبط، لانه دايما بنلاقي في النفس اشياء. دايما في النفس اشياء، لكن خلينا نقول علاقات الدم بتختلف شويه من علاقات الاصدقاء، يعني الاب والام والاخوات بنفترض طبعا ان دي علاقات دم، فبنقول لهم واحنا مقتنعين جدا واثقين جدا انه دول هيفرحوا لفرحنا ويزعلوا لزعلنا، زي ما بنسميها الحب غير المشروط، يعني حب ربنا كده هو اللي حاطه في قلوبنا. بالظبط، ودايما بنقول للاب والام هم عايزين الولاد افضل منهم. اما الصديق فبالطبع لا، لانه بشر، فنخلي بالنا احنا بنقول ايه. مش كل شيء يتقال للصديق. وغير كده كمان في نقطه بس عايزين نكملها، موضوع التنمر، تنمر الأصدقاء ببعض ده موضوع شائك جدا جدا. أنت لأنه خلي بالك بيقولوا إيه، أنا كنت بهزر معاك. أنا كنت بهزر، يعني بيكون صديق حاقد وحاسد، فعايز يبين لباقي الشلة أو باقي الأصدقاء، حتى لو مثلا صديق وصل لدرجة من درجات الرفعة أو العزة أو الغنى أو كذا، عايز دايما ينزل الصديق اللي بيتقال عليه صديق مش الصديق الصدوق، ينزل شوية من قيمة هذا الصديق قدام الجامعة أو قدام أمام آخرين، فيروح عامل إيه؟ يروح متنمر عليه وبيتريق عليه، كويس؟ وفي الآخر يقول له أنا كنت بهزر. أنت ما يعتبرش ده هزار لما الصديق المتنمر عليه ده يوضح لصديقه أن أنا اتضايقت، ما تقوليش كده، ما تتكلمش معايا بالطريقة دي، لو اللي أنت قلته ده
بالظبط لو اتكرر يبقى خرجنا من كون الهزار ان احنا بنهزر، زون الهزار دي خرجنا منها ودخلنا على زون تانية خالص، ان انا تنمرت بيك وضايقتك وتعمدت الاساءة. فالصديق الخطر هو المتعمد للاساءة لصديقه. عظيم. احنا قلنا ان في مجموعة من القواعد لازم نتبعها سواء في العلاقة ما بيننا وبين الناس اللي في سننا او ما بين المتزوجين عشان يكونوا اصدقاء. طب بالنسبة للاباء والابناء، اعتقد ان القواعد دي لازم تتغير ولازم تختلف، لانه مش هيكون في تواصل بنفس طريقه التواصل بين الاصدقاء او بين الاثنين المتجوزين. يعني مثلا لو هنتكلم عن الدعم مثلا، انا ممكن ادعم ابني لكن مش ابني مش هيدعمني. طيب الاب والام الناجحين، انا بعتقد ان نجاحهم بيتوقف على مدى صداقتهم ومصاحبتهم للاباء. يعني انت اعرف ان انا بعيد عن ابني او عن بنتي، ان انا ما بقاش بالنسبه له كاتم اسراره. عكس الصداقه خالص بقى، كاتم، انا مش كاتم اسراره. لما ابني يحس ان انا مش سنده ومش ظهره ومش كاتم اسرار عن بابا، او يعني او العكس، يعني كاتم اسرار في البيت يعني السر من الطفل الطفل او المراهق او الابن بشكل عام ايا كان سنه، عنده اشياء مخبيها او عايز يقول، عايز يبوح، عايز يفضفض. لازم الاب والام يتيحوا ده، يبقى في امان، اللي هو قول مش هخوفك، قول انا معاك، انا سندك، قول انا مش هنقضك. ليه الولد او البنت بيخافوا يكشوا قوي يحكوا للاب او الام؟ لانه اول ما الابن او الابنه يبتدوا يفتحوا ام ويقولوا شيء ممكن يكون غلط، لانه الابن ده ما عندوش الخبره الكافيه. فممكن جدا من اول جمله الاب او الام بيواجهوا الطفل بسلسله من الهجوم، انت ايه اللي خلاك تعمل كده؟ او رد فعل بقى، فبيبقوا مش عايزين ان هم مثلا يتعاقبوا، خايفين من الزعيق، خايفين من طريقه التعامل بعد كده، خايفين من خصام. صح. وفي كمان نقطه مهمه جدا، اوقات بعض الامهات بس ما يزعلوش مننا، انه اوقات لما الابن او الابنه يقولوا سر للام يسمعوا الام بتقوله لخالته او لباباها، حتى أو لبابا، بس هي بتبقى أكتر لخالته. خالته وأصحابها. كلمات الأمهات لإخواتهم دي بالطول. اللي بيحصل إيه؟ إنه الابن أو الابنة بيفقد الثقة في أمه. لأن هو معتمد إنه أنت بير أسراري. طيب إيه كمان؟ لما يحس إن هذا الأب هو مش 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 القدوة، مش قدوته، مش الهيرو، يعني الابن باصص دايما للاب ودايما للام انه الام القدوه والاب الهيرو، عنده مشكله، وقع في مشكله فعايز يروح يجري عشان الاب او الام يلحقوه. طب امتى بقى هذا الاب او الام برضو ما يحسش انه ده مش صديقي؟ لان الصديق خلوا بالكم احنا قلنا سند ودعم وداعم ومساند ومشجع. لو الاب او الام خذلوا الطفل لما يحس بالخذلان، الاصدقاء لما بيتخانقوا ايه اللي بيحصل؟ بيجمع، لما الصديق بيتخانق يجمع صحابه. ليه جمع صحابه؟ سندي وظهري. صح. طيب تعالي بقى، في مشكله في مدرسه، فالطفل بيروح لابوه ويروح لامه، عنده مشكله حقيقيه، فبيبقى طالب من الاب والام اقفوا معايا خليكوا سندي وظهري. فالخذلان من اكتر المشاعر الحقيقه اللي ممكن يحس بيها الطفل، ولكن للاسف بتفقد بقى الطفل مشاعره او شعوره ضد اهله. فازاي نقول انه هذا النموذج ممكن يكون صديق او الطفل نفسه يحس انه ممكن ينفع هذا الاب او الام صديق؟ طيب دكتور، في نقطه تانية كمان مهمه. اتفضل. حب التملك، يعني دي صاحبتي فهي صاحبتي انا لوحدي، ملهاش صحاب تانيين، او ده صاحبي فده صاحبي انا لوحدي. وسلام بقى لو في صديق عرف صديقه على حد، والحدين دول بقوا صحاب وهو خلع، أو عنده خلعوه. كان ظروف، أو عنده الصديق اللي هو اللي عرفه ده كان عنده ظروف ما خرجش في الخروجة دي، واكتشف إنه الاثنين التانيين خرجوا مثلا، يمكن توصل لقطيعة. عشان كده بنقول الصديق الحق، الصديق الصدوق هو المقدر، هو دول ما يبقوش أصدقاء، غير أناني. دول ما يبقوش أصدقاء، ما يبقوش أصدقاء طبعا. طبعا ما ينفعش نطلق عليهم أصدقاء. الصديق من صفاته كمان البعد عن الذاتية، ان هو مش اناني، بيطلق لصديقه العنان. وبالمناسبة احنا في علاقات صداقة لانه فيها قدر من الحرية طبعا. يعني ليه الصديق، او ليه احنا، او اولا احنا كبشر لازم ما نعيش في معزل عن الاخرين. يعني ما ينفعش زوج وزوجة قاعدين مع بعض من غير اصدقاء، لازم يدخل دايرتنا اصدقاء ودايرة معارف. كويس. يعني ما ينفعش نكون منعزلين، ده بيأثر سلبا على نفسيتنا.
لكن هي الفكرة الصادق مين أو صاحب مين. ليه برضو علاقة الصداقة علاقة مهمة ومقدرة جدا لينا؟ لأنه زي ما قلنا من شوية والملحوظة دي مهمة جدا، بيديني الصديق قدر من الحرية أقابله إمتى لو أنا عايزة أو مش عايزة. صح، مفيش حاجة مفروض عليا، مفيش شيء مفروض. عكس علاقة الجواز مثلا، في شيء مفروض، مقيد في التزامات، فأنا مقيد وبعدين في الجواز وعندي التزامات ولازم ان انا التزم بهذه الامور لان دي علاقه زواج بكل تاكيد. طبعا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شرفتينا ونورتينا يا فندم. انا مبسوطه جدا دكتور عزه زيان استشاري العلاقات الاجتماعيه، الف شكر ليكي. شكرا، ميرسي قوي قوي.